الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع المنتقى من التفسير. وموعدنا اليوم مع الجزء 20 من القرآن الكريم، وقد اخترنا منه من سورة القصص قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. مشاهدي الكرام، في سورة القصص قص الله تبارك وتعالى علينا نبأ ميلاد موسى عليه السلام، وكيف وصل إلى فرعون ليربيه وهو الذي كان يريد أن يقتله، وكيف خرج من مصر لما قتل القبطي خطأ وأرادوا قتله، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب حتى انتهى إلى بلاد مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة جماعة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين قائمتين بعيدتين تذودان الغنم أن ترد الماء. واستغرب موسى عليه السلام هذه الحال، امرأتان قائمتان بعيدتان عن الماء تذودان الغنم والرجال يسقون، فتقدم إليهما وسألهما: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ ما الذي أخرجكما؟ ولماذا تقفان بعيدا لا تسقيان؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فأخذ الغنم وسقاها ثم ردها لهما، فرجعت البنتان إلى أبيهما سريعتين وأخبرتاه الخبر، فكلف إحداهما أن تذهب إليه وتأتي به إليه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، وعلى استحياء قالت، فكانت تمشي على استحياء، وعلى استحياء تكلمت مع موسى، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما دخل موسى عليه السلام على ذلك الرجل والد البنتين وأخبره خبره ولماذا خرج من مصر، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فأشارت عليه إحدى البنتين أن يزوجه من إحداهما ليكفيهما هم سقاية الغنم ورعيها. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وهذا هو الدرس الأول الذي نستفيده من هذه الآيات، وهو جواز عرض الرجل ابنته وغيرها ممن في ولايته من النساء على الرجل الصالح، جواز عرض الرجل ابنته وغيرها من النساء على الرجل الصالح. يقول الرجل لرجل صالح يراه في المساجد دائما محافظا على الصلاة:
تاليا لكتاب الله ذاكرا لله عز وجل، يقول له: هل تزوجت؟ يقول: لا. هل تريد الزواج؟ يقول: نعم. يقول: عندي عروسك، أنا أزوجك. جواز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، هذا ما فعله ذلك الرجل الصالح من السابقين، وهذا ما فعله فارق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت حفصة بنت عمر، أي مات زوجها وانقضت عدتها، فكر عمر كيف يزوجها، فعرضها على عثمان رضي الله عنه، ففكر عثمان ثم اعتذر لعمر، قال: ما أريد الزواج هذه الأيام. فعرضها على أبي بكر، فسكت أبو بكر ولم يرد على عمر جوابا، فكان عمر أوجد على أبي بكر منه على عثمان. وبعد أيام خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحه، فقال أبو بكر لعمر: لعلك وجدت علي أني لم أرد عليك. قال: نعم، كنت أوجد عليك مني على عثمان. قال: إني كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولو تركها لنكحتها. فيفهم من ذلك أن الرجل يجوز أن يبحث لبنته على شاب صالح ذي خلق ودين ويزوجه، هذا ما يفعله الصالحون ليستروا بناتهم ويطمئنوا عليهم. ثم ماذا؟ ثم تحديد الأب المهر: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، أي تعمل عندي أجيرا 8 حجج، يعني تشتغل عندي ترعى الغنم 8 حجات، يعني 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، أنا عايز 8، لو تخليهم أنت 10 يبقى هذا كرم من عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقبل موسى عليه السلام وتم عقد النكاح، قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وهذا هو الدرس الثاني على ولي أمر الفتاة، أن ييسر للشاب مهرها، على ولي أمر الفتاة أن ييسر للشاب مهرها، فليست المرأة سلعة تباع حتى نغالي في ثمنها ونساوم عليها، كم تدفع؟ أدفع كذا، لا أدفع كذا، هذه ليست سلعة. بارك الله فيكم، إن الزواج رابطة مقدسة في الإسلام، جمع الله تعالى بين الرجل والمرأة ليسكن إليها ويكون بيتا، ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقهما الذرية الطيبة الصالحة. والزواج عفة وصيانة للبنت كما أنه عفة وصيانة للولد. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. لكن الناس في هذه الأيام قد وضعوا في طريق الشباب عقبات كثيرة حالت بينهم وبين الزواج، فكبر سن الشباب، فالشاب الآن يبلغ 30 سنة من غير زواج، وكثرت العنوسة في البيوت، كثرت العنوسة في البيوت لانصراف الشباب عن الزواج بسبب المغالاة في المهور، يريدون شبكة 20,000 و30,000 و40، ويريدون شقة 100,000 وتجهز 100,000، من أين للشاب المتخرج حديثا كل هذه الألوف؟ فعلينا أن نقتدي بهدي السلف الصالح من المؤمنين السابقين، كهذا الرجل الصالح الذي عرض ابنته على موسى وعين له المهر، وكان المهر كله مؤخرا، تشتغل عندي يا ابني 8 سنين أو 10 إن شئت، وزوجه وبعدين سدد المهر. وكذلك حث نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان سلفنا الصالح رجالا ونساء ييسرون المهور، يقول عليه الصلاة والسلام: خير النكاح أيسره، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من يمن المرأة
تيسير خطبتها وقلة صداقها وتيسير رحمها. دي من علامات بركة المرأة ويمن المرأة أن مهرها يكون خفيف. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزوج الرجال والنساء من أصحابه دون أن يدفع شيئا مقدما، كما فعل ذلك الرجل في ذات يوم قال للرجل من أصحابه: أتحب أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال للمرأة: أتحبين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم يا رسول الله. فزوجهما ولم يفرض لهما مهرا، فاستقر المهر في نفس الرجل يتزوج ثم يدفع بعد ذلك المهر. فلما حضرته الوفاة أتى بأهله وأبنائه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم يفرض لها مهرا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أن سهمي بخيبر هو صداقها. فأخذت المرأة سهمها فباعته 100,000 في حين أنها تزوجت ولم تأخذ شيئا. ومن الأحاديث المشهورة أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك. وهبة المرأة للرجل كانت خالصة لرسول الله دون غيره من المؤمنين، كما قالت على خالصة لك من دون المؤمنين. أما المرأة الزواج لابد فيه من مهر ولو قل. فالرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليها ثم سكت، لم يجد في نفسه رغبة. فقال رجل: زوجنيها يا رسول الله. قال: ما معك؟ قال: لا شيء. فجلس فطال جلوسه، فلما أراد أن ينصرف قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي كذا وكذا وكذا. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. نريد أن ييسر على الشباب الزواج حتى نصونهم ونصون بناتنا وتنتشر العفة في المجتمع وتختفي الرذيلة. نسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.